وقفة مع تاريخ أحد ملوك المملكة العربية السعودية، روح القيادة، معرض يخلد ذكرى لأول ملك لقب نفسه باسم يحبه ويرضاه، خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله. هذا الرجل الذي كان استثنائيا في وقته، كان قائدا وكان ملكا، وكان بالنسبة لي أنا أب وعم ورئيس وقدوة كذلك. كان رجلا عظيما وإنسانا عظيما وملكا عظيما، رحم الله الفهد وأسكنه فسيح جناته. روح القيادة ذكرى تعصف بأذهان زوار ورواد كل من حضر هذا المعرض، وجالت عيناه في أجنحته التي استنطقت تاريخاً نعتز به، مضى مليء بالذكريات القيادية الخالدة. حقيقة يتناول شقين، الشق الأول اللي هو يتناول الشق التاريخي التوثيقي لحياة الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله، وأيضاً طبعا منذ الولادة او حتى من الدولة السعودية الاولى. نحن نقول ان 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 الروح القيادية للملك فهد، وانت تشوفين المعرض اسمه روح القيادة، هي مستلهمة حقيقة من 300 سنة من الحكم لآل سعود حقيقة في الجزيرة العربية. لوحات وافلام وثائقية وغيرها نرى من خلالها التطورات التي حصلت في البلاد خلال عهده، وهذا مما يجعلنا نعتز بملوك يحكمون البلاد على شرع الله وسنة نبيه منذ تأسيس مملكتنا الحبيبة على يد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله. مها حلواني، الإخبارية، جدة.